عبد الله بن سعد وهو مجهول، وهو انه قال للحسن يا مسود وجوه المؤمنين، لانه تنازل لمعاويه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بذلك وقال ان ابني هذا يصلح الله به بين فئتين عظيمتين. سيد. ايوه ان ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين. فهذا الحديث وهو في السنن دليل على انه كحديث يعني فيه مجهول لا يحتج به. ملك بني اميه قوم بعدين راح يجي ضربوا في الفيافي والقفار وساروا كل مسار، ولولا ما اقض مضاجع الدوله من احزاب تعارضها لا اتسع ملكهم داخل اوروبا باكملها. ولكن ايوه ويكفي ان منهم صخر قريش عبد الرحمن الداخل، الله اكبر، وهو الذي جاء بالاندلس السليب والفردوس المفقود وخرج من سبته ومليله وجبل طارق الى هذه البلاد كلها، ويقول الله يعلم اني ما تركت قتالهم حتى علموا فرسي باشهر مسبدي، وعلمت اني ان اقاتل واحدا اقتل ولا يبرر عدوي مشهدي. ليله القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكة يعني تتنزل الملائكة والروح فيها، أضغمت التعين في بعض، تنزل الملائكة والروح جبريل الأمين ينزل معهم فيها معهم سيدنا جبريل. أيوة، فإن جبريل يتقدم عليهم وأحيانا يتأخر، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، فسواء تقدم أو تأخر فهو رئيس الملائكة عليهم السلام. ولذلك دائما تقول جاءت الوزراء ورئيس الوزراء، أو جاء الوزراء أو جاء رئيس الوزراء والوزراء، كيف السندوي السيدي، فمهما قدمت أو أخرت فهو الرئيس، بينه وبين الله 70 حجابا، لو كشف واحد منها على الخلق لأحرقت سبحات وجهه ما نفذ إليه من خلقه. وإن الملائكة تأتيه قبعانا يقولون ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. وتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، والإذن أقصر من من المشيئة، فإن الإذن يأتي إليهم سريعا فيأتون وينتشرون في طرقات الأرض كلها. أقول بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي، ينزلون يسلمون على الخلق، سلام هذه الليلة هي ليلة سلام تسليم. الله يسلمنا جميعا سيدنا. أي سلام هي حتى حرف غاية وجر مطلعي، في الجر مش مطلعه، حتى مطلع الفجر يعني طلوع الفجر، فعبر باسم الزمان أو بالمصدر الميم الذي يشمل الزمان والمكان. ينزل ربنا سبحانه وتعالى على ويتجلى لعباده في هذه الليل. ومن العباد الصالحين من يرون الملائكة عيانا ويقدرون على هذه الرؤية، وتنتشر الملائكة في الطرقات تسلم عليهم. وهناك ليلة غير هذه الليلة، هي آخر ليلة، فإن الله سبحانه وتعالى يوفي عباده الأجر كاملا غير منقوص سبحانه وتعالى. مرتين. فقالوا يا رسول الله لعلها ليلة القدر، قال لا، ألا ترى إلى العمال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم غير منقوص. قال صلى الله عليه وسلم من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، ليلة القدر وليلة الفطر وليلة عرفة
وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، فهذه الليالي كلها يتجلى فيها الباري سبحانه وتعالى بالرحمة على عباده. تقبل الله منا ومنكم صالح. ما دعاء سيدنا احنا يعني ليلة مباركة. آمين. وسيدنا الخضر كان الوالد ما